بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يوم 4 ديسمبر 2021 على الساعة 7:35 مساء سمعنا بيان الأخ الطبوبي الأمين العام لاتحاد عامة أسر الشغل اليوم، وجميع وسائل الإعلام البصري والسمعي والكتابي، حب داخل الوطن الجمهورية التونسية أو خارجه، سمعوا هذا البيان. وأنا أصبح واضحا جدا وأن ميزان القوى لصالح الاتحاد العام التونسي للشغل الآن والحزب الحر الدستوري التونسي، وبعض القوى الوطنية وكذلك الأحزاب الوطنية التي لم تتورط في نظام لما يقال عنه الإسلام السياسي السلطوي، الإسلام السياسي السلطوي يترأس ورأس الغرنوش الآن المتسلط بأفكاره والمتثبت متشبث بمكانه، رغم الانشقاقات الكبيرة ورغم التفرقة الكبيرة في حركة النهضة اللي انشقت إلى قسمين رئيسين. بالنسبة لي ما عندي حتى دخل في الموضوع هذا، لأني عزوز ما انتهى موضوعي منه، ولكن اللي يهمني ما عندي حتى مصلحة أبنائي في بلاد الكرامة والعز والحرية والعدالة، ولبس عليهم ويخدموا رجال أعمال إما في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن اللي أسفني وأني إنسان مسن لم أفكر يوما بأن أستخرج جواز سفر وأغادر وطني للسياحة، رغم أني لي الإمكانيات الكافية بأن أغادر الوطن نهائيا وأستقر خارج الوطن وأعيش عيشا سعيدا وميسورا وفي الجنة أصلا ما التي يقال عنها، فهمتني؟ لكن الواجب الوطني، يقول لك إنسان غسلين له دماغه، الواجب الوطني خلاني المهم باش نكمل حياتي في هو في مسقط راسي وهو الجمهورية التونسية الحال. إذن الاتحاد عام تونسي للشغل حسب تصريح الأمين العام الاتحاد العام تونسي للشغل الأخ الطبوبي، أصبح مجال القوى لصالح الاتحاد العام تونسي للشغل والحزب الديمقراطي السياسي المعروف ترأسه مرأة محامية كانت أمين عام مساعد للجمع الدستوري المنحل، اللي كان يرأسه الرئيس السابق جلال عبد الدين بن علي الذي توفي في السعودية. إذن الأمور بالنسبة للسياسة السلطوية أصبحت واضحة، والاتحاد العام للشغل هو بالطبع نظيف الأفكار ونظيف اليد، وبمناسبة يوم استشهاد الشهيد فرحات حشاد أول رئيس الاتحاد عامة الشغل الذي استشهد 1952 بسبب قيامه بقيادة الحركة الوطنية الدستورية لتحرير أرض الوطن تونس من الاستعمار الفرنسي بعد إلقاء القبض على الزعيم بورقيبة ورفاقه وكل أنصاره وججه في السجن. وهذا هو سبب استشهاد الشهيد فرحات حشاد، ورغم علمه بأنه سيقتل وقال بالحرف الواحد مستعد للاستشهاد في سبيل قيام وإتمام الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، واستشهد المسكين، ولكن التاريخ لم ينساه أبدا.
مهما كانت للأجيال القادمة المستقبلية. إذن الأمور السياسية السلطوية الآن أصبحت واضحة، أصبحت واضحة، ولا فائدة في التعنت والتعصب ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب الحركة الدستورية الترأس المحامية المرأة وبعض أحزاب وطنية ومنظمات وطنية تحب الجمهورية التونسية. هذا ما حبيت أقوله. إن شاء الله الخصوم الآخرين كالشيخ تحركة النهضة المنشقة عن الإصلاحيين اللي كانوا في النهضة بأن يفهم هذا الدرس اليوم، فهمتني، من أمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، ويفكر في إنقاذ الوطن التونسي. لما قال أنا جئت من لندن من الهجرة لأبني الوطن التونسي بشعار الصدق في القول والإخلاص في العمل لصالح سلامة الوطن، أي لسلامة الشعب التونسي. والشيء اللي أسف أكثر وأن سفير قطر بتونس يقول أعطيت الحكومة ترأسها النهضة برئاسة الشيخ، فهمتني، لما كان رأسها جبالي رئيس حكومة، أعطيت 20 مليون دولار، القطر أعطت 20 مليون دولار للشهداء وجرحى الثورة الشبابية ضد الدكتاتورية لزين العابدين بن علي، معناها 60 مليار دينار تونسي، وذهبت في خبر كان ولم يعثر عليه. هذا هو الجديد اليوم. على كل احنا شو نقولوا؟ نقولوا فهمني ان شاء الله يرجع العقل والصواب ويؤمنوا بعظمة الله سبحانه وتعالى، ويقع حوار صادق حالا، يقع تغيير بعض الفصول من الدستور وتغيير النظام الانتخابي، يقع انتخاب مجلس نواب جديد حتى تنقذ البلاد وترجع سمعتها في العالم. هذا ما نقوله، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى في عون الجميع. لواحد يسمع أغنية بكي على حالة الشعب التونسي الفقير.